التوحد اضطراب عصبي نمائي يؤثر على المهارات الاجتماعية، السلوكيات والوظائف التكيفية. إلى الآن لا يوجد سبب محدد أو معروف أو مثبت لاضطراب طيف التوحد، لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، لكن أثبت علمياً بأن التدخل المبكر باستخدام استراتيجيات أو علم تحليل السلوك يمكن أن يؤدي إلى اندماج الطفل في المجتمع والوصول إلى استقلالية في مهارات. تختلف عدد الجلسات أو عدد الساعات التي يحتاجها الطفل من طفل إلى آخر، فإذا كنت تعرف شخص واحد من ذوي التوحد فأنت تعرف شخص واحد فقط. Recent studies have shown that 1 in 44 children are diagnosed with autism, and it is 4 times more likely in boys than in girls. The family approach is the ideal approach when it comes to early intervention because the therapists work alongside the family, other service providers, and other stakeholders to ensure that the best possible outcome is achieved for the child and that goals are aligned.